أكد أعضاء مجلس الشيوخ بالجلسة العامة للمجلس أن أزمة الغذاء العالمية هي تحدي كبير يواجه الدولة المصرية نتيجة لاضطراب في سلاسل إمداد الغذاء العالمية وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سعر القمح العالمي في ظل اعتماد مصر على القمح الروسي والأوكراني، مؤكدين أن القيادة السياسية تسير بخطة واستراتيجية جديدة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية. النهارده يمكن اكدنا على ان الازمه دي مش بس مصر بتمر بيها، لكن الحقيقه كل دول العالم سواء كانت غنيه او فقيره، لان احنا بنتكلم على ازمه كبيره عالميا في سلاسل امداد الغذاء، بنتكلم على ازمه كبيره نتيجه الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي اثرت الحقيقه مش بس على القمح زي ما يمكن الناس كلها عارفه، ولكن على عدد كبير جدا من السلع الاستراتيجيه للدول. مصر بالفعل كان لها فضل الله تعالى يعني السابق انها قدرت انها مش هقول تتخطى هذه الازمه ولكن تواجهها بشكل او باخر. لدينا اكتفاء ذاتي نسبي وده اللي احنا بننشده خلال الفترة الجاية بتوجهات القيادة السياسية، التوسعات الزراعية والمشروعات القومية والتوسع خصوصا في زراعة القمح. الحكومة كانت استبقت ده وعملت مجهود طيب جدا في مسألة تأمين السلع الاستراتيجية، في رفع الساعة التخزينية، في إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة. في الحقيقة ده جهد طيب جدا يستحقه الثناء والشكر عليه، لكن كمان مهم ان احنا نشوف اللي جاي ايه، مهم نشوف هنعمل ايه في منظومه الدعم، وده كان من ضمن الاسئله اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ازاي نضمن وصول هذا الدعم المستحقين، لان فتره زي فتره الازمه دي مهم ان مستحق الدعم هم اللي ياخدوه وما نهدرش منه وما نديهوش لحد غير مستحق في وقت صعب.